محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله أنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء سلام الله على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتي من الزوف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني وغطيني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه إذا وجهه يطل نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلى الله عليه وسلم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن على الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام يا رسول الله تعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحبي يا حوذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الله ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين على الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله تعالى لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافعي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فقال فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي يا وسي وخلفتي خليفتي وصاحب الأوائل قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت أنا بالكساء وقلت السلام عليك يا بدوي يا رسول الله تذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي وبذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بأبي رسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي ولهم ولهمي ودم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدم لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مديدا ولا فلكا يدور ولا بئرا يدري ولا فلكا يدري الا في محبته هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال فقال امين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه وماد الرساله هم فاطمه وابوها وبالها وبنوها. الله
فقال جبريل يا ربي أدعو لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى ويقرق السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مدية ولا فلكا يدور ولا بحرا يدري ولا فلكا يدري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وإلى الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يوم من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي منهم الله فذنا فعز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يوم من شيعتنا محبينا فيهم مهموم إلا فرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي ندم الله يفوزنا وصعدنا وكذلك وشيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والا. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانية وصلى الله على سيد بريته وعلى الأصفياء من وترته. أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام. فقال سبحانه وتعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا وتناسلوا تكسر فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسق. وقال أيضا النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصلى الله على سيدنا محمد وإطرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فانكحت موكلتي من موكلك على المهر المعين المعلوم. قبلت النكاح لموكلي هذا على المهر المعين المعلوم. فانكحت موكلتي سنبل زهرة بنت نفيس عباس موكلك عارف عباس ابن محمد بولي على المهر المعين المعلوم. قبلت النكاح لموكلي عارف عباس ابن محمد بولي
على المهر المؤين المعلوم. زوجت موكلتي من موكلك هذا على المهر المعين المعلوم. قبلت الزواج والنكاح لموكلي هذا على المهر المعلوم. أنكحت وزوجت موكلتي من موكلك هذا على المهر المعين المعلوم. قبلت النكاح والتزويج لموكلي هذا على المهر المؤين المعلوم. زوجت والنكاح لموكلي هذا على المهر المعين المعلوم. قبلت الزواج والنكاح لموكلي هذا على المهر المعين المعلوم. زوجت وانكحت موكلتي من موكلك هذا على المهر المعين المعلوم. قبلت التزويج والنكاح لموكلي هذا على المهر المعين المعلوم. زوجت موكلتي سنبل زهرة بنت نفيس عباس موكلك عارف عباس ابن محمد ولي على المهر المعين المعلوم. قبلت التزويج لموكلي عارف عباس ابن محمد بولي على المهر المؤين المعلوم. أنكحت وزوجت موكلتي من موكلك هذا على المهر المعين المعلوم. قبلت النكاح والزواج لموكلي هذا على المهر المؤين المعلوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم بارك في هذا الزواج، اللهم بارك في هذا الزواج، وارحم على هؤلاء الحضور، وبارك على هؤلاء الحضور، وبارك فيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك 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 سلام کر لے بیٹے چار طرف کی طرف بھی ادھر کو بھی دونوں طرف مبارک اے چاچا فیروز اللہ آپ کا کام ہو گیا آگے بانٹ دو لا وہ کاغذ کہاں ہے میرے پاس ہے وہ نہیں نہیں میرے پاس نہیں کے پاس بھی ہے